عمار عرشون نائب الاول رئيس جماعه البركانيين. اولا اود ان اشكر وسائل الاعلام الحاضره معنا ريفينو. كما كتعرفوا اليوم اننا قدمنا واحد ملتمس عزل الرئيس الا انه رفضه، وفي الاخير احتكمنا الى الفقره الثالثه من الماده 70 والتي تنص على انه يجوز لثلثي ارباع المجلس مطالبه السيد عامل من اجل احاله الامر الى المحكمه الاداريه المختصه لطلب عزل الرئيس. السلام عليكم. اسباب جعلنا باش في مقدمتها مازال تفضل الدوافع والاسباب. امس والو عدم تنفيذ مقررات المجلس، ثانيا الانفراديه في اتخاذ القرارات، ثالثا سوء تسيير خاصة التسيير الإداري. هذه مجمل الأسباب يعني غادي تفعل باش نطالب سمو التماس إقالة الرئيس. كاينة هي التي اقتضت يعني دفعتنا باش نفعلوا المادة 70. شكرا.